أخونا له سؤال طويل كله عن صلاة التسابيح وكيفيتها، كيف توجهونه وإخوانه حول هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا. صلاة التسابيح غير مشروعة، لأن الحديث الوارد فيها لا يصححه أهل العلم وأهل المعرفة بالحديث، وما دام الحديث لم يصح إن هذه الصلاة غير مشروعة، بل تعتبر بدعة، وأيضا صورتها مخالفة لصورة الصلوات المشروعة، حيث جاء فيها قراءة القرآن في الركوع وقراءة القرآن في السجود، وصفات جاء فيها صفات غريبة تخالف الصلوات المشروعة، مما يدل على أنها لا أصل لها، والذي يريد الأجر والثواب يكتفي بالصلوات المشروعة، وهي ولله الحمد كبيرة ومنشورة، صلاة الليل، تهجد، الوتر، والرواتب التي مع الفرائض، صلاة الضحى، بل الفرصة متاحة للمسلم أن يصلي النوافل إلا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وهي محدودة. من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا ليس في صلاة نافلة إلا راتبة الفجر، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا ليس في صلاة نافلة، وعند قيام الشمس وسط السماء إلى أن تزول إلى جهة الغرب، هذا ليس لا يجوز في صلاة النافلة، هذه الأوقات محدودة لا تصلى فيها النوافل، وما عداها فالأمر مفتوح للمسلم أن يصلي في ليل أو نهار الصلوات المشروعة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الخير والأجر والثواب لمن تقبل الله منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.